الآن الكلمة للأستاذ المناضل محمد السيد الذي فليتفضل مشهورا. شكرا السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، أشكر من جديد مؤسسة محمد بن حسن الوزاري على كل مشاركتني في هذه المناسبة ولإعطاء شهادة على رمز من رموز الحركة الوطنية، ولكن أعتذر لأنني أنا بالنسبة لي ما سبق ليش كان عندي لقاء مباشر ولا علاقة سياسية مع الزعيم محمد بن حسن الوزاري في فترات من معركة التحرير، وأعتبر كذلك أنه كان هناك خطأ ارتكبه الكتاب المدرسي، لأن الجيل الجديد ولا كذلك جيلنا ما كانش اطلاع ديالو على الرأي الآخر اللي تمثلو محمد بن حسن الوزاري فيما يخص معركة التحرير، فيما يخص كذلك المؤسسات الدستورية بالنسبة للبلاد واللي هي اللي غادي تكون أساس معركة وأساس كذلك إنشاء جيل جديد اللي غادي يكون من بعد الاستقلال غادي يكون متشبع بالحياة الديمقراطية وعرف الديمقراطية، وتكون أساس اللي غادي يكون الصراع عليها ماشي الحوار ديال الرشاشات اللي كان بدا فيها المسلح في الحوار ما بين الحركة السياسية في بداية الاستقلال. كل ما يمكن نعطي شهادة على نفسي كذلك في التعامل مع حزب الشورى والاستقلال. أثناء كنت في حزب الاستقلال لأن كان ديك الساعة تندفع على رأي ورأي آخر ما تنسمعوش ما تنشرش الإعلام ديالنا آنذاك، حيت الإعلام ديالنا ما تنشرش العلاقات اللي كانت ما بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال اللي تيشكلوا آنذاك الحزبين الأولين اللي بداوا معركة من أجل الكفاح من أجل الاستقلال. ما كانش في الفترة هذه ما كانش واحد الجو ديال معناه الديمقراطية وديال معنى التعبير على الآراء اللي كان في الساحة السياسية آنذاك. أنا بالنسبة لي فيما يخصني في 51 52 كان ديك الساعة عندنا في مراكش معركة ديال طلبة بن يوسف في هذيك الفترة ضد التهميش الجوي ضد الإقطاع وضد الاستعمار في نفس الوقت. وهاد المعركة كان ديك الساعة تضامن مع طلبة القرويين اللي كانوا قاموا بنضالات اجتماعية وتعرضوا للاعتقال. كان عندنا في هذيك الفترة قرار لإدارة التضامن، وفي نفس الوقت كان قرار هو لخلق تنسيق ما بين الحركة الطلابية في مراكش والحركة الطلابية في فاس وفي تونس. ولكن التهامي القلاوي ما كانش ولا السلطات الاستعماريه ما كانش عاجبه وان هذا العمل وحدوي، لان تدعي ان كل لنا في التهديد وان مراكش اللي تحكم فيه هو التهامي القلاوي، بينما فاس ديال فاطمه بن سليمان ما عندكم الحق باش تجيو تدخلوا لطلبه الخيرويين في مراكش وتدعي انه فاس بما ان فاس فيها الحضاره وفيها التقدم ما تيولدوا البنات في 7 سنين، هذا تيتهم بالفساد وكذا اسمه. في هذا الاطار ديال النقاش مع البلاوي على كل اعتقد القاده الطلابيه اعطاهم السفل 200 جلده وكلهم الفلفله الحاره اللي تنسميوها ديك الساعه الفلفله السودانيه. هذه في هذا الاطار كان نضال ديال الطلبه، وكان كذلك نضال اخر استقبال وفد من امريكا اللاتينيه ديك الساعه كانت باقتراح من فرنسا للوقوف على اصلاحات قامت بها فرنسا في المغرب في مقدمتها السد في الويدان. وكان طلبة قاموا مظاهرات كبيره ومذكرات تزييف ادعاءات الاستعمار الفرنسي، وفي نفس الوقت تعرضوا للدواره هما ادوات
البلوي واعتقالات واحكام. في هذه الفتره هذه كان في حزب الشورى على كل غايب في المعركه، وكانت اشاعات تطب من داخل حزب الاستقلال، وكانوا تطلقوا شعارات على كل تقولوا هذا قفطوه هذا اطلقوه راه معنا في الشوريه. في هذه الفتره هذه كان فيه واحد النوع ديال بدل ما يكون حوار، بدل ما يكون اقتصاد، ما لنا علاقتنا احنا كطلبه مع طلبه الشوريين في هذيك الفتره، كانت علاقات جيده جدا. كانت هذه الفتره. كاين القضيه الثانيه في هذه الفتره 51 كان فيه صراع ما بين حزب الشورى والاستقلال على قضيه ديال الاصلاحات، بما ان حزب الاستقلال رفض الاصلاحات هو ولا محمد الخامس في عهد المعيشه الجوان، كذلك على كل حزب الاستقلال حزب الشورى قدم مذكره تقدم فيها اصلاحات كمرحله انتقاليه للاستقلال، كان هذا خلاف. ولكن حزب الاستقلال في 48 ولا 49 في الخمسينات شارك في انتخابات مجلس الشورى الحكومه انذاك، ودخل التجار ديالو لمجلس الشورى مع الجنرال جوان. هذيك الفتره حزب الشورى كينتقد حزب الاستقلال وانه يطبق الاشياء اللي ما كانش في برنامجو. انا كان هذا وكان شي ندوه صحفيه على حسب ما تذكرت قام بها عبد القادر بن جلون الامين العام للنيابه في الدار البيضاء، كينتقد فيها حزب الاستقلال في المواقف. هذيك الفتره جريده البصائر لسان جمعيه علماء الجزائر كتبت تنتقد واحد اسمه تنتقد الندوه الصحفيه عبد القادر بن جلون، وانه تسمي واحد مقال افتتاحي تسمى في السياسه من السياسه العالميه باقي تنتركب، وقالوا انه زعما ان صديق يجي يضربك في الخلف، معناه ماشي معقول هذا الشيء، وانه خاص يكون تضامن ما بين الحزبين. هذه اثرت عليا انا في هذيك الفتره، لان القضيه لان اسمه جيده البصائر كانت تتسند في هذيك الفتره، تتسند لحزب الاستقلال، تتسند للملك محمد الخامس، وكانت تتوجه ضد القلاوي في هذيك الفتره، وكانت تسميه ابليس ينهى عن المنكر. افتتاحيات ديك الساعه كانت تتوجه فيه اقطاع انذاك الساعه، وكان واحد التوافق سلفي اللي تجعلهم تتوجهوا في هذا الاطار تاي حزب الاستقلال. هنا هذه جوج الحالات اثرت علينا، اثرت على واحد المجموعه من الطلبه اللي ما عندهمش رؤيه اخرى اشنو الاسباب الخلاف، اشنو الاسباب حتى القضيه كذلك تستحق النقاش. واش مثلا تهيئ الاستقلال واش تتطلب تحضير، تتطلب معرفه، وتتطلب واحد المرحله انتقاليه ولا لا، هذه كذلك فيها نقاش، ماشي معناه انه تفتح واحد عنده هذه وجهه نظر بالعمله مع الشعب. كاين مرحله اخرى، كاين هذه القضيه البصائر كانت عندها تاثير، بحيث كتب لهم عضو مناضل في الحزب تنتقد البصائر، تيقول لها انكم انتم متحيزين لحزب الاستقلال وخديتوا الثمن. في نفس السرعه جاوبوا الشيخ البشير الابراهيمي تيقول هذا التعليم تهامي لست من تهام، باقي تنعقل على عبارات ولا كرامه، وانتقدوا. ومن بعد في الاخير قالوا اذا انت شي شخصيه مهمه تستحق هذا النقد حسن، الى ما تستحقش ردوا لينا. هذا تيكون عنده واحد التاثير كثير في وسط توجهات اسمي هذا تنعطي تجيبها في اطار اللي تتخلق توترات داخل جوج الحركات الوطنيه اللي هما المؤسسين اللي الانويه الاولى ديال معركه الاستقلال. كاين هذه المرحله، كاين مرحله اخرى ديال تنسميوها حوار ديال الرشاشات من بعد مجلس الاستقلال، وكان المغرب في هذيك الفتره كاين انفجارات، كاين انتفاضه، كاين عمليات ديال المقاومه، بحيث في الفتره بالرجوع قبل الرجوع ومن بعد الرجوع من الخامس ما كانش تما في
قيادة مركزية تمسك العمل ويسلح في هذيك الساعة، كان انفجارات لا في المدن المغربية لا في جيش التحرير في هذيك الفترة، كانت معنا صراعات، وكان في هذيك الفترة حوارات على طابع ديال الكفاح ديال الرشاش، ما كانش الحوار سلمي، ما كان حوار على أساس. وهنا في هذيك الفترة فرز جوج ديال التنظيمات، هذا العمل هذا فرز جوج تنظيمات، تنظيم اسمها منظمة سيرية عندها ممول مع حزب الاستقلال، وتنظيم اسمها الهلال الأسود، هذه كذلك بحثت على حلفاء وتحالفت مع حزب الشورى والاستقلال، معنا تلاقت مع حزب الشورى والاستقلال، مع الحزب الشيوعي، مع كذلك اسمه الحسن اليوسفي، وفي هذه الفترة يعني شاب عبد الله الحداوي شاب حيوي، كان باغي على كل في هذيك الفترة كان باغي يكون هو مارس في هذيك الفترة فيما يخص وفي نفس الوقت أحزابنا في هذيك الفترة حتى هي تتنافس في إطار كسب عناصر المقاومة وجيش التحرير لتثبيت توازنات داخل البلاد. في هذه الفترة كذلك داخل المغرب في واحد العدد ديال الجاكيت الدولية اللي كانت فيها السبب ديال الأحداث اللي وقعت لدى الديوبيين لدى العيف، بحيث هذه الأحداث كلها كانت سبب هذه التوترات اللي وقعت في هذيك الفترة، وكانت فيها تحالفات غير طبيعية. أنا كنت نعتبر العام كان ديك الساعة الوقت اللي كان حزب الاستقلال الأزمة الأولى ديال الأزمة الثانية ديال المكان تيطلب حكومة انسجامية، حكومة منسجمة، تيطلب كذلك أن يكون هو قائد الحكومة ولا كذلك المؤسسات. في هذه الفترة هذه كان طالب عقد كانت تعيد لمواجهة عمانة الحزب الوحيد، وكذلك دعوة للتعددية السياسية، وهذه التعددية السياسية راه بانت لكم من بعد اسمه الدستور الممنوع ديال 62 اللي تتبنى الخارطة السياسية من 63 حتى 8 حتى الأواخر الثمانينات، بحيث شنو المقصود بالتعددية ديك الساعة، واش المقصود بها حقيقة هو فكر تعددي ديال رأي ورأي آخر، ولا فكر ديال احتواء بواسطة صنع الخارطة السياسية هذه، يحتاج كثير من النقاش بشر، ولهذا في هذه الفترة هذه فنعتبر أنه كان فيها تحالفات ما بين هذه الأحزاب غير طبيعية، لأن شغل القاع غير طبيعية في الوقت اللي كان هذا الحزب للاستقلال تيتم في هذه القضية، كانت واحد اللجنة سياسية دارت تحالف ما بين داخل حزب الاستقلال، لجنة سياسية تتكون من قادة التحالفات الأخرى، تتكون من قيادة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفصل من المقاومة المسلحة، والاتحاد المغربي للشعوب، بهذيك الفترة في 57، في نفس الوقت كاين تحالف مع الدكان اللي كان فيه الأحرار المستقلين، وفيه الحزب اللي غادي ينشئ ديك الساعة اللي هو الحركة الشعبية، وفي الفترة هذي كانت كان تحالف مع حزب الشورى والاستقلال لطالبين التعددية وطالبين مواجهة الحزب الوحيد. هذه كانت واحد تحالف غير طبيعي، لأن بدل ما يكون تحالف بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال اللي هما أحزاب وطنية، القيادة ما كانش في المستوى اللي خلات توترات خلقت صراعات في غير المحل. أنا كنت نتصور الآن في هذيك الساعة كانت داخل في طرف من الأطراف ديال الصراع. هنا في هذه الإدارة تعمقات الأزمة، تعمقات الأزمة حتى داخل حزب الاستقلال، لأن اللجنة هذه السياسية صدرت بيان من بعد الأزمة الثانية لحكومة البكاي، صدرت بيان تطرح فيها شروط المشاركة في الحكم. محمد الخامس ما قابل الشباب رافض هذا البيان، اعتبروا ما بقى في هذيك الفترة ما يمكن ما خضعش الجنرال ديالو، نعاود نخضع الناس الموجودة في الأخرى.
هذه في هذه الفتره هذه كان فيه صراع داخل الحزب الاستقلال، وما وصلتش امكانيات انعقاد المؤتمر، وهي فاش خرجت فاش وقع الانشقاق الجامعات المتحده ومن بعد الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. هذه الفتره هذه فرايي كان فيه اسمو البيان السياسي اتفقت عليه اللجنه التنفيذيه والمقاومه والاتحاد المغربي للشعب الشعوب، ولكن من بعد تردد او رفض الملك محمد الخامس القياده التاريخيه للحزب ما استعدتش تحواجها مع الخصر الملكي في هذيك الفتره اللي ربطوا معها علاقات تاريخيه، ولهذا على اساس لان طرحت مشاكل انذاك المؤسسه الملكيه كان من المنتظر تبقى حكم وفي الحياد، ولكن جزء منها دخل طرف الصراع اللي موجود في هذيك الفتره. معنا الباحثين شرحوا هذه الاسباب اللي محتاجها المعلومه باش نعرفوا اسباب الخلاف اللي وقع، باش نعرفوا كذلك معنى التدهور اللي دخل المغرب، ما حققش الاستقلال الحقيقي، ما حقق الديمقراطيه الحقيقيه اللي كانت مثلا حققت دستور 62 اللي مشى فواحد المسيره. انا فاز الفتره هذه فاز الفتره هذه كذلك دخلنا احنا في الصراع حتى مع المؤسسه تعرضنا فيها الاعتقال. هذيك الست ايام اللي كانت في الاول توجدات وضربات حزب الشورى والاستقلال ضربات واحد العدد ديال الاسماء هي نفسها اعتقلتنا في عام 60 بتهمه اغتيال ولي العهد هي سهيل، كل ما كان الهدف منه هو تصفيه ايقاف حكومه عبد الله الرحيم ايقاف الجيش التحرير، وهنا كانت ردود الفعل مش ايجابيه، ردود الفعل من المقاومين كان تمرد في مراكش، كان تمرد في بني ملال، كان اغتيالات في الدار البيضاء، وكانت هذه السيروره اللي ادت حتى رفض اللي اسمه الدستور 62 ادت الى احداث 16 يوليوز 63 للتامر على النظام الملكي وكذا. هذه الفتره على كل انا بالنسبه لي حتى 67 كانت عندي تطور توجهات ديالي، واللي ما كانش في هذيك الفتره ان مقتبل استمرار هذاك الجو اللي ادى لهذيك الاحداث، ولا معنى واحد النوع تسميوه بلانكيه ولا ازدواجيه ديال النظام السياسي في ذلك الساعه في المغرب. هذه الفتره هذه كنت ضدها ما كنتش عليها، وكان توجه اخرى هي اللي نورت معنى افكارنا، وهي اللي عطتنا كذلك حتى نفهموا التعدديه حقيقيه، ونتراجعوا كذلك التاريخ ديال بلادنا، وتنراجع كذلك الراي العام في فرنسا، كنت نراجع جيده الراي العام، وتنراجع المذكره اللي قدمها عبد الحسن البنزالي، ونراجع كذلك الخلافات اللي كان في هذيك الفتره، عاد بنت كذلك الاسباب اللي تنحملوها النخبه ككل، لان النخبه لا كيفاش عالجت المشكل ديال الانشقاق ديال 37 36، ولا كذلك كيف عالجت المشكل ديال التحالف مع المؤسسه الملكيه، تحالف البيعه ماشي تحالف برنامجي، هي اللي خلات التغيرات اللي اسمو ما وحدات صف ديال الانويه الاولى ديال المعركه من اجل الاستقلال، باش تعطي المغرب عطاء اخر بخصوص من بعد المفاوضات في تسهيلات كان يكون موقف مشترك ما بين الاستقلال وبين الاستقلال، وفي نفس الوقت يوحدوا اتفاق مع او تحالف مع محمد الخامس على اسس برنامج ماشي على اسس البيع. وشكرا. الاستاذ محمد السيد على هذه الشهاده التي اعادت الكثير من الحاضرين في هذه القاعه الى ذكريات، وذكرت بالذين لم يكونوا لنا اثناء هذه الفتره بمرحله
من تاريخ الكفاح الوطني في المغرب. شكراً.